بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. هنا ان شاء الله هنكمل سلسله فيديو اعاده ترمينيتور لاب. ده الفيديو رقم 51. كنا بنتكلم في الفيديو اللي فات عن الاتي. كنا شفنا بشكل عملي ازاي ان احنا نعمل عمليه كابتشر بروسيس للويندوز سيرفر 2022 من خلال الاضافه الجديده اللي ضفناها على الام دي تي اللي اسمها باور شيل ديبلويمنت موديول. شفنا ايه الفرق اللي حصل. شفنا انه الام دي تي بعد اضافه البي اس دي بقى شكله جديد، الانترفيس بتاعه جديد، تفاصيله بقت اكتر، شكل التنفيذ احلى. ده بالاضافه ان الاضافه دي اللي ضفناها على الام دي تي اللي هي البي اس دي خلت ان انا اقدر اخلي الام دي تي يشتغل على الكلاود او على الانترنت، الكلاود زي ايزر واي دبليو اس. فشفنا التفاصيل ازاي تمت وازاي ان الموضوع كان سهل وبسيط. بعد عمليه الكابتشر دي نفس التفصيل، عايز تعمل ديبلويمنت هتروح تعمله من خلال البي اس دي موديول، نفسها هي نفس الطريقه اللي تعملها على الام دي تي العادي، فما فيهاش اي تجديد او ما فيهاش اي حاجه جديده. هتعمل نفس التفاصيل بتاعه الام دي تي في الديبلويمنت، هي نفسها الديبلويمنت من خلال البي اس دي. خلاص، هنيجي النهارده نتكلم في حاجه مهمه جدا، تعتبر مش اضافه للام دي تي، هي تعتبر نوع من انواع الديبلويمنت، عمليه فرد نسخ الويندوز ببرامجها، عمليه جديده تماما. والظريف في الموضوع انها ما بتستعملش لا الام دي تي ولا بتستعمل الدبليو دي اس، بتستعمل الباور شيل فقط او بتستعمل سكريبتات باور شيل مع حاجه اسمها الاي دي كي. تمام، حاجه من مايكروسوفت اسمها اسسمنت ديبلويمنت تول كيت. الفكره في الاسسمنت ديبلويمنت تول كيت دي انها بتساعدك ان انت تعمل بوت ايمج. يعني باختصار يا جماعه، السوليوشن اللي هتكلم عليه النهارده اللي هو اسمه او اس دي كلاود، ده بيخليك ان انت تفرد نسخه ويندوز ببرامجها، او نقول خلينا نقول نسخه ويندوز بس، تفردها على كذا جهاز من خلال الانترنت او من خلال الكلاود. خلاص، خلينا نتكلم ونشوف السوليوشن ده اخباره ايه. لو جينا اهو فتحنا، ادي اسمه اس دي كلاود. ايه الاس دي كلاود ده؟ باختصار بيقول لك ان هو سوليوشن ان انت ديبلوي نسخه ويندوز عن طريق الانترنت، اهو نسخه ويندوز 10 و11 ده حاليا بس للويندوز 10 وال11 مش للويندوز سيرفر، عن طريق حاجه اسمها او اس دي باور شيل موديول، سكريبت باور شيل. خلاص كده، بمساعده البوت. يعني انت العمليه هتتم ازاي؟ يبقى معاك فلاشه هتحطها في الجهاز، دي بوت ايمج، هتقوم خلاص هتتوصل. طبعا الجهاز اللي هتحط عليه الفلاشه دي لازم يكون ما عليهوش اي اوبريتنج سيستم، يعني عليه هارد ديسك لسه مش متفرمت ولا عليه اي حاجه خالص، بس لازم المكنه دي تكون واصله انترنت. هتحط الفلاشه، هتقوم البوت منيو، هتروح رايح على الانترنت. تمام، انت هتقول لها انت ايه الاوبريتنج سيستم انت عايز تنزله، اذا كان مثلا ويندوز 10 او ويندوز 11. بعد ما تقول له كده خلاص، يقول لك عايز افرمت الهارد ديسك. بالظبط كده، عايز افرمت الهارد ديسك. بعد كده يبتدي ينزل نسخه الويندوز من على الانترنت، ينزلها مباشره، ما بتكونش انت اوريدي حاططها على الفلاشه، بيروح ينزلها. وبعد ما ينزلها وتقول له فرمت الهارد ديسك، يبتدي بقى ينزل نسخه الويندوز ويفردها لك. خلاص كده، دي الفكره كلها من الاو اس دي كلاود. تمام، طيب هل ممكن ان يتعمل حاجات اضافيه؟ اه طبعا ممكن. ممكن ان انت تقول له فرمت لي الهارد ديسك بالشكل الفلاني. مثلا ممكن ان انت تقول له جاوب لي على الاسئله بتاعه التسطيب بتاعه الويندوز. يعني وانت بتسطب الويندوز هيسالك مثلا على اليوزر اللي عايز تعمله والتايم زون والحاجات دي كلها. ممكن برضو تخلي الاو اس دي كلاود يعمل لك الكلام ده، تأوتوميت العمليه دي. فخلينا نشوف هي العمليه بيقول لك ايه. This solution for deployment Windows 10 والويندوز 11. This works by booting to Windows PE. Boot image. خلاص، وبعد كده بيقول لك ايه، لو سمحت فرمط لي الهارد ديسك. انت مثلا الجهاز ده عليه مثلا هارد ديسك، الهارد ديسك ده بيفرمطه وبيقسمه حته واحده. خلاص، once this is complete the windows operating system is downloaded from microsoft update. بيروح ينزل نسخه الويندوز مباشره من الانترنت، يعني لازم تكون المكنه دي واصله على الانترنت وواخده اي بي ادرس. خلاص، مثلا عندك دي اس ال في البيت مثلا او راوتر، يعني لازم تكون واصله وواخده اي بي وطالعه على الانترنت. before finally being stages on the sd disk. يعني باختصار هنا يا جماعه، هي فلاشه بتتحط في الجهاز، بتقوم بتروح تلاقي اتصال انترنت، تدور على نسخه الويندوز، تنزلها، تسطبها. باختصار شديد جدا. وهنا بيقول لك ان انا هو عامل الاو اس دي كلاود ده، حاطط التعريفات، بيخليك كمان ان انت الاسطوانه دي او الاو اس دي كلاود ده بينزل تعريفات الديل واللينوفو والاتش بي دايركتلي فروم ذا مانيفاكتشرز. يعني بيروح ينزل تعريفات كل الانواع دي من الانترنت مباشره. خلاص، طب افرض انه
الجهاز بتاعك مش ولا واحد من دول، بيروح ينزله من موقع مايكروسوفت ابديت، ويروح نزل التعريفات من هناك بس كده. فهي باختصار عملية شبه اوتوماتيكية، بتحط فلاشة، الغرض من الفلاشة دي كلها انها تقوم خلاص، وبعدين عن طريق الباور شيل سكريبتس بتعمل كذا عملية كده خلاص، منهم فرمطت الهارد ديسك شوية تفاصيل تانية، وبعد كده تروح رايحة الانترنت. الباور شيل ده برضو بيروح رايح الانترنت جايب لك نسخة الويندوز منزلها لايف والتعريفات كمان خلاص. دي الفكرة من الموضوع كله. طب واحد يقول لي هيفيدني الكلام ده في ايه؟ بسيطة جدا. انت دلوقتي مثلا عندك فرع، مثلا انت مثلا عندك الفرع الرئيسي في القاهرة، وعندك مكتب صغير في دمياط مثلا خلاص، عايز تنزل لهم نسخة ويندوز خلاص، لازم بقى سعادتك تسافر دمياط، وبعدين تاخد معاك نسخة ويندوز وتدخلها في الجهاز، وبعدين تروح مفرمط الهارد ديسك، وبعدين بقى تعمل كل التفاصيل اللي بالك فيها كلها، هتفرمط وتعمل وهتسوي، ولازم تسافر بالفلاشة ومش عارف القصة دي كلها ونسخة الويندوز والاسطوانة والكلام ده كله. لا، هنا باختصار انت كل اللي هيكون مطلوب يعني ان انت هيبقى في واحد اي تي هناك بشكل مبسط قوي، هتدي له السكريبت او ازاي يعمل له اس دي كلاود ده، وهو يسطب نسخة الويندوز مباشرة من على الانترنت، بحيث انه لا يحتاج بقى ام دي تي ولا دبليو دي اس ولا اي حاجة من الحاجات دي كلها. فلاشة بتتحط بيتسطب نسخة الويندوز على طول خلاص، بيجيبها مباشرة. طبعا ممكن عملته اس دي كلاود دي ما يبقاش حاجة اسمها زيرو تاتش انستليشن، انت ممكن كمان تحط الفلاشة، لا تسأل عن نسخة الويندوز، تختار نسخة الويندوز ولا تختار اي حاجة خالص، مجرد تحط الفلاشة هو اوتوماتيك يروح منزل نسخة الويندوز، مظبط كل حاجة، ما يسألكش على حاجة خالص. حاجة اسمها زيرو تاتش انستليشن، ودي هنشوفها ازاي. حاجة اسمها او اس دي كلاود ده زيرو تاتش انستليشن واي خلاص. طيب محتاجين في العملية دي ايه؟ هنبص على اللوكال سيت اب هنا اهو، بيقول لك محتاج ان انت يكون ليك ادمن رايتس، يعني لازم تكون عشان نسطب الاو اس دي كلاود ده. الاو اس دي كلاود ده يا جماعه مجرد بينزل من الانترنت خلاص، ده موديول كده او موديول بينزل من الانترنت، بتبقى حضرتك حاطط فلاشه في الجهاز، يروح مفرمطها وموضبها ويخليها بوت ايمج، فلازم يكون عندك فلاشه، ولازم تعمل شويه حاجات عشان تسطب الاو اس دي كلاود على الفلاشه دي خلاص. اول حاجه ادمن رايتس، وبعد كده حاجه اسمها اوبن انترنت، لازم يكون عندك انترنت خلاص، ولازم تكون مسطب الاي دي كي خلاص، لازم تكون حاطط الاي دي كي، مسطب الاي دي كي بتاعه مايكروسوفت. ودي احنا كنا عملناها في اللاب بتاعنا لما جينا اشتغلنا بالام دي تي، كان من ضمن الكلام ان احنا نسطب الاي دي كي خلاص. كده عملناه الكلام ده ووضبناه وسطبناه. طيب في طريقتين لتسطيب الاو اس دي كلاود، ممكن الطريق اللي هو لوكال سيت اب او الطريقه الطويله، وفي الطريقه المختصره خلاص. انا هديكوا على طول الطريقه المختصره، كل ما هو مطلوب من حضرتك عشان تشتغل ان انت يمكن هيكون مكنه عندك عليها اي دي كي، تنزل اي دي كي وتسطب عليه بس، وبعد كده هديك طريقه تانية اسهل بكتير جدا ان انت تخلص الموضوع ده كله في 10 دقائق بس. ادي الاو اس دي كلاود كويك سيت اب، ان انت ازاي تقدر تسطبه بشكل سريع جدا خلاص. حته سكريبت هيرن كل الكلام ده كله خلاص، السكريبت موجود اهو، لو جينا هنا اهو اسمه اس دي كلاود اديت اهو، هنفهم طبعا السكريبت ده بيعمل ايه واحده واحده كده، بس ده سكريبت بسيط ترنه يسطب لك الاس دي كلاود، بس شرط قبل ما ترن ده لازم تكون مسطب الاي دي كي خلاص. ممكن بقى نبتدي نفهم واحده واحده من دول السكريبت ده بيعمل ايه. اول حاجه سيت اكسكيوشن بوليسي دي ريموت سايند فورس، يعني ايه؟ بقول له لو سمحت انت دلوقتي هتخش باور شيل خلاص كده، يعني انت دلوقتي عشان تسطب السكريبت ده لازم تخش باور شيل، فبقول له لو سمحت اي باور شيل يترن دلوقتي لو سمحت عديه لي. انت بالطبيعي لما تفتح باور شيل، شباك باور شيل عادي جدا خلاص كده، وتيجي ترن عليه سكريبت يقول لك لا ممنوع ممنوع، لازم اي سكريبت يترن عليا لازم يكون سايند او يكون موثق او يكون موثوق فيه او متصين يعني من الاخر، او عليه ختم كده اتاكد منه ان هو من مصدر معروف وانه مش هاكينج او اي مثلا حد عامل كود ممكن يعمل فيه مشكله خلاص. فاحنا بنقول له لا لو سمحت سيت اكسكيوشن بوليسي، لا يعني نفذ البارشل سكريبت ده على ضمانتي خلاص كده، وهنقول له باي باس، سيبكم من الريموت سايند دي، هقول له باي باس يعني عدي لي السكريبت ده دلوقتي لو سمحت، رن السكريبت اللي هقول لك عليه ده خلاص. طيب اول سطر، بعد كده حاجه اسمها انستول اس دي موديول، ده مهم جدا عشان اسطب الاو اس دي كلاود، ده باور شيل موديول او مجموعه من الاوامر هتساعدني ان انا اسطب الاو اس دي كلاود خلاص. فبقول له انستول الموديول، بيروح الانترنت ينزله، انستول يروح يجيبه ويسطبه خلاص. بعد ما يسطبه يقول له امبورت موديول، يعني ايه امبورت موديول؟ يعني الشباك اللي انا فاتحه دلوقتي حط لي فيه الكوماندات دي، يعني هو بيروح ينستول الموديول من على الانترنت ويخليه جاهز معاك
عايز تستعمله قول له امبورت الموديول، طلع لي بقى الكمادات بتاعه الموديول ده. خلاص ماشي. بعد كده بنعمل حاجه اسمها نيو او اس دي كلاود تمبلت. خلاص تمبلت يعني اعمل لي مجموعه من الفولدرات جاهزه اللي هي هتبقى خاصه بالاو اس دي كلاود، حاجه اسمها تمبلت. اعمل لي مجموعه من الفولدرات الخاصه بالاو اس دي كلاود، ده بيكريت لك بس ايه اللي هو ايه الكونفيجريشن تمبلت، بيعمل لك تمبلت بيجهز لك الاو اس دي كلاود بس بتبقى فاضيه ما فيهاش حاجه لسه، تمبلت تمبلت فاضيه لسه ما اشتغلش فيها حاجه، خلاص كده بيجهزها لك. خلاص كده. او نقول ايه يا جماعه، الاو اس دي كلاود تمبلت دي بيعمل بيجيب لك تمبلت فيها كونفيجريشن جاهزه، خلي بالك نقول ان هو بيجيبها لك فاضيه، طبعا انا اكيد ما اجيبهاش فاضيه، بيعمل بيجيب لك الكلاود او الاو اس دي كلاود ده شويه كونفيجريشن جاهزه، دي اسمها نيو تمبلت. خلاص كده. وبعدين نيو ورك سبيس الحته دي بقول له لا حط لي التمبلت دي في الفولدر ده اف كذا كذا كذا. خلاص يعني بقول له لو سمحت حط لي الاو اس دي كلاود ده التمبلت دي حطها لي في الفولدر ده. خلاص كده. وبعد كده بقول له لو سمحت السطر الاخير ده سيت كلاود وين بي اي كلاود درايفر كذا كذا كذا، بقول له لو سمحت بقى ابتدي اعمل لي الوين بي اي، جهز لي بقى البوت ايمج، ظبط لي البوت ايمج. خلاص كده اعملها لي بقى. خلاص كده. والكوماند الاخير طلعها لي على هيئه ايزو بقى، طلعها لي على هيئه ايزو. يعني باختصار العمليه كلها هنسطب الموديول، هيعمل لي كونفيجريشن، خلاص هيقول لي حط كونفيجريشن في انهي فولدر، تمام، هيعمل البوت ايمج، هيطلعها ايزو. خلاص ده باختصار الكام كوماند دول. لو جينا رحنا لجوجل بارد نساله الموضوع ده او اشرح لي الموضوع ده باختصار، جوجل بارد يروح رايح هنا اهو كده، نقول له سمحت اشرح لنا كام كوماند دول. لو طلعنا كده بصوا يا جماعه اهي، هنا الراجل باختصار بيقول لك اهو، اول حاجه this script is used to configure OSD cloud tool، بيقول لك ان ده معمول عشان السكريبت ده عشان ان انت تسطب الاو اس دي كلاود. اول سطر set execution policy remote signed this line changes the execution policy to allow running scripts from remote location، اللي هو بيسمح ان انت ترن الباور شيل سكريبت. خلاص ده كوماند عشان يسمح ترن باور شيل سكريبت. this necessary for installing and running OSD cloud module. خلاص install OSD module this install OSD cloud باور شيل، خلاص بيسطب الموديول OSD بيسطبه. خلاص كده. طيب import بيقول لك بيخلي الكوماندات تبقى في الباور شيل، شباك الباور شيل عشان تقدر تستعملها، يعني بينستولها، مش كفايه ان انت تنستولها بس، لازم تقول له امبورت عشان تبقى الكوماندات جاهزه للتنفيذ او ان انا استعملها. نيو او اس دي كلاود تمبلت this creates a new template for deploying Windows operating system. The template defines the setting and configuration that will be applied to the deployed system. Configuration مجموعه من الكونفيجريشن جاهزه، هي دي الاو اس دي كلاود مجهز لك شويه كونفيجريشنز، هي دي اللي هتعمل ديبلوي للاوبريتنج سيستم او هتسطب الاوبريتنج سيستم. خلاص بيحطها فين؟ في الورك سبيس اللي احنا قلنا عليه، في المكان ده، يعني مجموعه التمبلتس دي بتتحط في الاو اس دي كلاود 2 في الحته دي. خلاص. طيب السطر ده اللي هو اسمه كذا كذا this line edits the win pe environment used by اس دي كلاود and installs all available cloud drivers، يعني هنا بيقول لك ايه، بيعمل البوت ايمج اللي هي الوين بي اي يعني، وبيحط جواها الدرايفرات الخاصه بال كل بقى الدرايفرات الخاصه بالديل واللينوفو والاتش بي، كل ده بيحطها فين؟ في اسطوانه الوين بي اي او البوت ايمج. خلاص. وبيقول لك لو سمحت لما تيجي تشتغل او الوين بي اي دي تبقى جي او اي او تبقى جرافيكال انترفيس، يعني لازم تكون تشتغل بالجرافيكال انترفيس. على فكره ممكن الاو اس دي كلاود ده يشتغل كوماندات، ممكن تشتغل سي ام دي، بس هو انا بيقول لك خليها في الجرافيكال انترفيس، شغلها في الجرافيكال انترفيس. خلاص. وفي الاخر خالص ده بيقول لك كرييتس ا بوتابل ايمج، هي دي الوين بي اي دي بيكسبورتها على انها ايزو ايمج، وبيعمل منها نسختين، حاجه اسمها او اس دي كلاود ايزو ايمج دي بيبقى فيها جرافيكال انترفيس، في حاجه اسمها برومبتس شبابيك، يعني كل حاجه بيعملها بيظهر لك الشبابيك بتاعتها وبيشوف هو شغال ازاي، وفي واحده ثانيه اسمها نو برومبتس. نو برومبتس دي يعني مفيش اي شبابيك بتظهر، هو بس شباك واحد تختار السيستم انستول خلاص، مفيش اي شبابيك بتظهر معاك، انما الثاني بتظهر معاك الشبابيك. المهم ده باختصار يعني الايه السكريبت اللي احنا هنستعمله. ناكد تاني نقول ايه، طيب عايز اسطب او اس دي كلاود، اول حاجه لازم اعملها لازم يكون عندي الويندوز اي دي كي. خلاص. وبعد كده هسطب السكريبت ده. خلاص. بعد ما سطب السكريبت ده هيطلع لي نسختين، او هيطلع لي ايزو ايمج احطها على او احطها في الفيرتشوال ماشين، يعني الايزو ايمج دي هاخدها احطها في الفيرتشوال ماشين او احطها على الجهاز. طب نفترض مثلا ان انت دلوقتي عندك ايزو ايمج ما عندكش فيرتشوال ماشين، يعني دلوقتي الفيرتشوال ماشين هتنسرت الايزو ايمج، طب نفترض انه جهاز طبيعي او جهاز فيزيكال، يبقى تحرقها على فلاش او تحرقها على اسطوانه الايزو ايمج دي. خلاص. طيب دول بالنسبه لمين؟
للكويك سيت اب واللوكال سيت اب. قلنا كويك ده اللي احنا هنستعمله لان احنا عندنا الاي دي كي اوريدي متسطب خلاص كده، لو مش عندك سطبه وبعدين استعمل الكويك سيت اب خلاص. وقلنا الاو اس دي كلاود ده اتكلمنا عنه هو بيعمل ايه بالظبط، في طريقه اللي هو زيرو تاتش انستليشن دي هنتكلم فيها ازاي احنا نخلي بقى العمليه كمان اوتوماتيكيه. يعني الاو اس دي كلاود لازم بيجبرك ان انت تختار الاوبريتنج سيستم اللي انت هتسطبه، ممكن نأوتوميت العمليه دي نقول له لا انت اختار السيستم وجاوب على الاسئله كلها اللي هي اثناء التسطيب اللي هي الاسم الجهاز ومش عارف التفاصيل دي كلها هو بيعملها اوتوماتيك زيرو تاتش انستليشن، اتكلمنا عليها قبل كده لو تفتكروا في خلال الام دي تي خلاص كده. طيب السؤال بيفرض نفسه، الاو اس دي كلاود والبي اس دي ام دي تي موديول ام دي تي، انا عايز اعرف مين احسن، عايز اعمل مقارنه ما بينهم كلهم خلاص كده. رحنا على جوجل بارد وقلت له سمحت اعمل لي مقارنه ما بينهم كلهم مع بعضهم، ايه بقى الميزه في كل واحد من دول؟ ثواني يا جماعه. خلاص كده اهو جينا في المقارنه ما بين الثلاثه مع بعض، خلاص اهو اعمل لي مقارنه خلاص. قلت له ثواني كده يا جماعه اتاكد ان احنا شغالين تمام. قلت له اعمل لي مقارنه، ايه المقارنه دي؟ ايه البي اس دي والام دي تي والاو اس دي كلاود خلاص. قال لك الديبلويمنت ميثود بيبقى اوفر ذا انترنت، طبعا البي اس دي ممكن انت تستعمله داخلي وخارجي بس هو اصلا معمول او يعني معمول للكلاود فاوفر ذا انترنت خلاص. الام دي تي العادي لوكال تعمله لوكال سيرفرات ومش عارف ايه والتفاصيل دي كلها، سيرفرات ام دي تي بس لوكال مش على الانترنت خلاص، انما ده على الكلاود. والاو اس دي كلاود اوفر ذا انترنت معروف جدا يعني خلاص. الاوبريتنج سيستم سبورتد طبعا هو هنا بيفرض نسخ ايه، نسخ ويندوز 10 واللي بعديها، يعني ما ينفعش تعمل ويندوز 7 حسب كلامه، ما ينفعش ان انت تديبلوي ويندوز 7، هي ويندوز 10 بعد كده. الام دي تي لا من 7 وانت طالع خلاص. الاو اس دي كلاود 10 و11 او ويندوز 10 و11 خلاص كده. ويندوز 10 و11 دي يعني معنى كده ان الويندوز سيرفر ما ينفعش خلاص كده، ويندوز سيرفر ما ينفعش. وبالمناسبه هنا الويندوز 10 اور ليتر دي يعني بيشمل الويندوز سيرفر كمان، لان هو ممكن ديبلوي ويندوز سيرفر او يكابتشر ويندوز سيرفر، وده نفس الشيء برضه يديبلوي ويندوز 10 اي ديبلوي ويندوز سيرفر معاهم مش ويندوز 7 بس خلاص. هنا بيقول لك فليكسيبيليتي هاي فليكسيبل، الام دي تي العادي ليس فليكسيبل، انا برضه مش مؤمن بالنظريه دي، الاثنين فليكسيبل بس البي اس دي يمكن عشان شغال باور شيل اكتر سكريبتات فتحس ان هو مميز اكتر خلاص. الاو اس دي كلاود لا ما تقدرش تلعب كتير قوي في الاو اس دي كلاود، ما ينفعش تغير كتير فيه يعني اللعب فيه مش قوي يعني مودريت اقل يعني، وانا شايف ان التعديل فيه مش قوي قوي. ايز اوف يوز ايه الاسهل في الاستعمال؟ كومبلكس مور كومبلكس، البي اس دي بيقول ان هو مور كومبلكس، التاني بيقول لك ايزير تو يوز. طبعا هنا ما اقدرش اقول ان الاثنين كومبلكس، الاثنين كومبلكس يعني لازم فيهم شويه كونفيجريشن. الاو اس دي كلاود هو اسهلهم خالص، اسهل واحد في الاستعمال خلاص. الكوست كلهم فري، كلهم فري، بيقول لك هنا في بيد فيرجنز ممكن ان انت يبقى فيه دفع بس انا برضو مش متاكد من المعلومه دي خلاص. السكيورتي كلهم سكيور بس طبعا الام دي تي هنا بيبقى جوه لوكال نتورك، فحسب بقى انت مامن اللوكال نتورك دي ولا لا. البي اس دي بيستعمل اتش تي بي اس، والاو اس دي كلاود برضو بيستعمل اعتقد نفس الطريقه اتش تي بي اس برضو او يعني مؤمن الى حد ما خلاص. بيشتغل مع الام دي تي، البي اس دي طبعا بينزل على ام دي تي، والام دي تي طبعا عادي عارفينه، والاو اس دي كلاود مش بيشتغل مع الام دي تي خالص خلاص كده. فدي مقارنه بسيطه ما بينهم كلهم. وهنا بيقول لك ايه بقى الاسترنسز، بيقول لك ان البي اس دي هاي فليكسيبيليتي الاو فور ديبلويمنت فروم فاريوس كونتنت ريبوزيتوريز، ويكنس مور كومبلكس تو سيت اب اند يوز ريكوايرز باور شيل سكريبتنج نوليدج، يعني مش قوي. ام دي تي strengths free easy to use supports a wide range of operating systems weakness limited flexibility requires pixie boot، طبعا لازم يكون فينا بيكسي بوت، طبعا انت لازم يكون فيهم بيكسي بوت يعني، بس طبعا البي اس دي موديول لازم يكون فيه شويه سكريبتنج، لازم تعرف باور شيل يعني خلاص. فيعني الى حد ما هو هنا بيقول لك بقى ايه انت تختار على حسب اللي يناسبك خلاص. فاحنا كده عرفنا او اس دي كلاود وعرفنا وظيفته ايه وبيشتغل ازاي خلاص، عايزين بقى نسطبه ونشوف الدنيا هيتسطب ازاي وهيشتغل ازاي. خلينا نشوف يعني ده باختصار يا جماعه سوليوشن انا شايف ان هو مفيد جدا. انت لو حد جارك صاحبك في شركه عايز تسطب
نسخة ويندوز وهو ما عندوش غير انترنت بس، ما نزلش نسخة الويندوز ولا حاجة خالص، مجرد تسلمه الفلاشة دي او تقول له على الطريقة هو يعملها على جهازه ويسطب نسخة الويندوز من غير اي مشاكل. لا بقى محتاجة منه يبقى فاهم في الفرمطة ولا الكلام الفارغ ده كله، هي فلاشة بتتحط وبتقوم بكل حاجة. خلينا نشوف العملية دي هتتم ازاي. لو فتحنا ادي الفيديو، خلينا نفتح كده ونشوف فين الفيديو. بصوا يا جماعة ادي الفيديو اهو، الـ OSD Cloud، وادي عملية التسطيب. خلاص هنفتح كده ونشوف الدنيا واحدة واحدة. نفتح طبعا، نخش على الـ OSD Cloud الموقع. طبعا انا يا جماعه بس شغال على جهاز في مشكله عندي في الكيبورد بتاعته، في بعض الحروف مش شغاله، فبستعمل الاون اون سكرين كيبورد، فما تقلقوش يعني من المعلومه دي. ده جهاز تاني. السيرفر ده يا جماعه عليه اي دي كي، بسطب عليه اي دي كي. خلاص كده، فكده يعني ايه ده عليه اي دي كي. خلاص، فكل اللي هنعمله هنخش نسطب السكريبت على طول، او نشتغل او اس دي كلاود كويك سيت اب. تمام، اهو شايفين الكيبورد الجميلة دي. خلاص OSD Cloud، بالنسبة يا جماعة زيرو تاتش انستليشن هشرحها في فيديو تاني، في فيديو تاني هشرح فيه زيرو تاتش انستليشن بتاعة ال OSD Cloud، فما تقلقوش يعني. اهو الموقع اللي قلنا عليه، اللوكال سيت اب برضو اللي كنا شاورنا عليه قبل كده اهو بالتفصيل. لو عايز انت، لو ما عندكش الاي دي كي خلاص، او عايز تعمل العمليه بالتفصيل مش عايز الكويك، العمليه السريعه، امشي في الحته دي اللوكال سيت اب وامشي بالظبط. خلاص، فاحنا هنستعمل العمليه الكويك السريعه. خلاص، هنسيرش هنا في الموقع حاجة اسمها كويك سيت اب. تمام، طبعا هنا بس يا جماعة في مشكلة ما، انه السكريبت ده الكومندات مش مكتوبة صح، الكومندات مش مكتوبة صح، فانا اوريدي صلحتها. يعني الكومندات دي لما تيجي تنفذها هيقولك انه الكوماند مش موجود، فانا ظبطته، هي بس مفيش حاجة اسمها دوت دي. هوريكم ايه التفصيلة الصح او الكتابة الصح. تمام، فلو فتحنا كده وقلنا له edit right click وedit، في اختلاف ما بين اللي مكتوب في الموقع وما بين اللي شغال فعلي. اللي شغال فعلي لا حاجه تانية خالص، او يعني في اختلاف. بصوا يا جماعه هنا اهو، بصوا يعني مثلا ما فيش حاجه اسمها دوت دي، هي او اس دي تمبلت، يعني كل النقط دي مش موجوده، هي كله ورا بعض، ما فيش حاجه اسمها دوت تمبلت دي. فهي دي المشكله، انا ظبطتها طبعا وعرفتها بطريق التجربه، عرفت بالتجربه، انا جربت وعرفت ان ايه الكوماند الصح. فالكوماند الصح ما فيش دوت، كل الدوتس دي بتشال. خلاص، خلينا نشوف كده. بصوا يا جماعه حتى الشكل بتاعه جميل جدا. لما برضو خدوا بالكم انا يا جماعه، انا مسجل الفيديو ازاي ان احنا هوريكم بقى لايف العمليه دي. انا جبت فيرتشوال ماشين وحطيت عليها الفلاشه دي وشفت الدنيا فيها ايه، فاشتغل بشكل قوي جدا يعني. خلاص، فطبعا اول كوماند لازم نعمله اللي هو السيت اكسكيوشن بوليسي، لازم ان احنا نقول له في الاخر اسمح لنا ان احنا نرن الكوماند ده. يعني لو جيت رنيت دول كده هيقول لي لا ما اقدرش ان ارنهم. ليه؟ لان غير مسموح ان انا ارن اي باور شيل كوماندز من بره، او مش مختومه او مش سايند. خلاص، فانا بقول له لا لو سمحت رن لي الكوماندات دي. خلاص اهو هنرن ده بيست. خلاص، بس هنا كنترول في طبعا هنحطها هنا بيست. خلاص، اهو هنرن بقى ايه اول سطر اهو. ممكن نرنهم كلهم ورا بعض بالمناسبة، بس انا هرنهم واحد واحد يعني بالترتيب. تمام اهو، بيروح بقى ايه نستول الموديول يجيب الـ OSD ده، او ده مجموعة كوماندات هتساعده في ان هو يعمل الـ OSD Cloud. خلاص كده،
اهو بينزل او اس دي تمام. وهنا بس انا ايه بشاور له على الفولدر اللي هيحط فيه طبعا في هنا كوماند ناقص اللي هو نيو تمبلت، هنا في كوماند ناقص بعد الانستول والامبورت في اللي هو نيو تمبلت، لازم يعمل تمبلت، التمبلت دي اللي فيها الكونفيجريشن، وبعد كده ياخد الكونفيجريشن يحطها في الفولدر ده خلاص. ففي نيو تمبلت في سطر ناقص للعلم بس. طبعا انا اوريدي في السكريبت ضفت السطر ده، بس وقت التسجيل كنت ناسي السطر ده اساسا. خلاص خلص الانستليشن خلاص، المفروض نقول له امبورت الموديول بقى. هو كده خلاص خلص انستليشن الموديول ده، راح جابه من الانترنت وسطبه. نبتدي بقى امبورته هنا، يعني نجيب الكوماندات هنا. مجرد انستليشن مش معنى كده ان الكوماندات بقت جاهزه واستعمل، لازم اقول له امبورت الموديول تمام. اهو اقول له امبورت الموديول اهو، بتاخد وقت شوية. خلص خلاص. طبعا مفروض السطر ده هقول لك ان ايبل تو فايند او اس دي تمبلت، لازم مجموعة الكونفيجريشن دي تكون موجودة اصلا، يعني لسه ما عملش الكونفيجريشن. هو بياخد الكونفيجريشن ويحطها في الفولدر ده، الفولدر ده بقى هو ده اللي فيه الاو اس دي خلاص اتعمل. يعني هو دلوقتي لازم اقول له اعمل لي تمبلت كريت لي الكونفيجريشن الجاهز، وبعد كده خده واعمل له كوبي حطه هنا، هيبقى ده بقى الفولدر بتاعي اللي هتعمل عليه الويم بي اي، وهتطلع ايزو ايمج خلاص. يعني دلوقتي احنا في سطر ناسيينه في القصه، حتى انا ما جيت كتبت كويك سيت اب، في سطر ناقص، كان في سطر منهم ناقص اللي هو السطر اللي هو اسمه او اس دي كلاود تمبلت، ده اللي كان ناقص خلاص. تمام هنزود سطر. نزود السطر ده خلاص، بس طبعا ايه لازم نشيل الجزء الخاص بتاعت النقطة دي، النقطة دي لازم تشيل خلاص. بصوا اول ما رنه هيقول لك انا مش لاقي الكوماند ده، مفيش حاجة اسمها دوت تمبلت خلاص، عشان لا تتخضوا في الموقع اللي ياخد الكوماندات دي مفيش نقط خلاص. طبعا انا تخيلت انه الموديل مش معمول له امبورت، بس هي طبعا هي ايه مفيش حته دوت دي، مفيش نقطه خلاص. اهو الراجل عمل ايه اهو، بصوا يا جماعه ابتدى يعمل ايه اهو، كرييتنج تمبلت خلاص اهو، ميرورنج اي دي كي بتاع اول، ابتدى يبص الاي دي كي وابتدى يعمل اهو الويم بي اي، الويم ده ابتدى يعمل ايه البوت ايمج اهو، ابتدى يعمل اهو هنا ابتدى ايه كوبينج اي دي كي ويم بي اي. هو هنا بصوا بيعمل ايه يا جماعه، هنا بيجهز لعمليه ان هو يعمل البوت ايمج، بيروح الاي دي كي بيتفق معاها وبيكلمها بشكل مختصر يعني عشان يجهز لعمليه البوت ايمج، كرياده البوت ايمج دي. كده احنا في عمليه كرياده البوت ايمج خلاص. كده البوت ايمج دي بقى هيتحط فيها بقى تعريفات النوفو والاتش بي وكل بقى التفاصيل اللي قلبكم بيحبها دي، التعريفات بقى وكل حاجه خلاص. كده بتاخد لها وقت شويه طبعا. خلاص هيبتدي بقى يعمل الويم بي اي خلاص، هيحط بقى مثلا يبتدي بقى طبعا يحط مثلا اليونايتد ستيتس، هحط بقى اللغات اعتقد في الحاله دي هم، احنا يهمنا الفاينل النهائي في الاخر خالص تمام. هيقول لك انا خلصت عملت التمبلت او عملت كل حاجه خلاص جاهزه، التمبلت جاهزه ظبطت الدنيا
خلاص عايزك تكوبيها لي بقى في الفولدر اللي انا بقولك عليه، بحيث هو الفولدر ده اللي هيكون فيه بقى كل الحاجة اللي احنا عايزينها. خلاص هو بص، حتى انا شايف بيجهز البوت ايمج طبعا كده. بياخد وقت طبعا يا جماعه، ياخد وقت طويل يعني. بصوا المفروض انا ماشيين كده، بصوا او قاعد كل ده بيجهز الويم بي اي او بيجهز البوت ايمج. خلاص مكمل كده كمان اهو، بصوا كل ده شغال اهو. الراجل او خلاص عمل البوت ايمج، المفروض كده الراجل خلص يعني، كده جهز لك البوت ايمج وجهزها. المفروض نقول له على السطر الجاي ده، قول له لو سمحت بقى حط كل اللي انت عملته، التمبلتس دي اللي انت عملتها كلها وظبطتها، والبوت ايمج دي روح ارميها لي فين، في الاف، في الفولدر ده، الفولدر ده انا كنت مكريته وجاهز. خلاص كده خلينا نكمل شويه اهو. بص كده نرجع تاني، بس سيفنج بوت ايمج، نرجع كده تاني. مفيش طبعا حتة الدارت دي يا جماعة، دي حاجة أداة بيضيفها مع البوت ايمج، ليها علاقة بترابل شوتينج، هو ما لقاهاش يعني، فما ما تقلقوش مش محتاجينها قوي في السيتنج بتاعنا، بس لو موجودة مفيش مشكلة. وبرضه مش محتاجينها يعني، أنا شايف إن احنا مش محتاجينها خالص. سيفنج الايمج خلاص كده. سيت اكسكيوشن بوليسي باي باس دي يعني يخلي البوت ايمج لما يتنفذ عليها سكريبتات من خلال باور شيل، الباور شيل موديول أو الباور شيل كبرنامج يسمح له برن الكوماندات. بس بيبتدي بقى طبعا ايه، يحمل بقى ويكمل ويظبط دنيته اهو. بص اهو هنا بقى ايه، خلص بيعمل الايه الايزو دي اللي هي البوت ايمج اللي احنا مفروض ان احنا هناخدها نحطها في الفيرتشوال ماشين، او نحرقها على فلاشة ونحطها في الجهاز لو الجهاز مش فيرتشوال ماشين. كل الكلام ده كله محطوط فين بقى؟ في السي بروجرام داتا او اس دي كلاود، فولدر اسمه سي او اس دي داتا او بروجرام داتا او اس دي كلاود. انا بقى مش عايزه في الفولدر ده، انا عايزه في الفولدر هو الاف او اس دي كلاود 2 اللي انا عامله، فده السطر اللي جاي بقى. ماشي طبعا لسه البوت ايمج دي ما تحطش فيها تعريفات، لا لينوفو ولا اديله اي حاجه خالص. السطر اللي بعد السطر ده هو المسؤول عن حته الكلاود درايفر دي. خلاص فهنرن السطر ده عشان ينقل كل اللي عمله ده كله من السي بروجرام داتا او اس دي كلاود للاف او اس دي كلاود 2 دي. ماشي اهو ثواني. اهي هنرن السطر ده اهو، نروح بقى نفتح الفولدر ده بعد كده نشوف بقى الدنيا حصل فيها ايه. كوبينج اهو الكلاود تمبلت، هيكوبيها من السي بروجرام داتا او اس دي كلاود يحطها هنا اهو. خلص العمليه في قد ايه؟ في 13 دقيقه. البوت ايمج اتكريتد في 13 دقيقه. هتاخد وقت شويه طبعا. الراجل فين اهو، نقل كل حاجه خلاص، خلاص خلصت. ممكن نروح بقى الاف او اس دي كلاود 2 ده نشوف بقى ايه اللي موجود هناك. خلاص السطر اللي بعده هقول له لو سمحت البوت ايمج دي ضيف لي فيها كلاود درايفرز. كلاود درايفرز دي اللي هي بتاعه الديل، بتاعه اللينوفو، بتاعه الاتش بي، ضيفهم كلهم فين، في البوت ايمج. خلاص كده خلينا نمشي شويه كمان. نمشي سيكا كمان كده اهو. طبعا انا ايه برضو لسه كنا المفروض رحنا لو اس دي كلاود 2 بصينا على حاجه هنا. دلوقتي بقول له لو سمحت ضيف لي بقى التعريفات بتاعت مين،
بتاعه اللينوفو والديل والحاجه دي في البوت ايمج. خلاص هيبتدي بقى يضيف بقى تعريفات الايه الانتل وكذا حاجه. بصوا هيبتدي يشتغل دلوقتي، لو جينا هنبص بقى نلاقي تعريفات ايه اهو. بصوا انتل اول حاجه ابتدى يجيبها الانتل، الديل، الاتش بي، كل بقى التعريفات دي بتتجاب وبتتحط في البوت ايمج. يعني بوت ايمج فيها كل التعريفات. واذا الموضوع ما جاش معاك خالص تمام، ممكن ان هو كمان يجيب تعريفات من موقع مايكروسوفت، لو مش ولا واحد من دول بيجيب لك التعريفات من موقع مايكروسوفت. خلاص اهو شوفوا هبتدي ينزل الحاجه كلها اهو اهو بيكمل بينزل بقى، ما هو بيجي ينزل التعريفات دي. خلاص وبصوا بينزل اهو، بصوا كله بينزل كل التعريفات اهو، بصوا كميه التعريفات اللي بتنزل مهوله. خلاص وفي الاخر الايزو ايمج دي اهو بصوا بيجيب ايه بقى، يو اس بي مثلا، بيجيب دونجل مثلا، تعريف للدونجل انا ما اعرفش ده بتاع ايه، الايثرنت، بيجيب كذا تعريف خلاص ويحطهم مع يحطهم في البوت ايمج. خلاص نقعد نكمل كده، بصوا كل اهو الانتل كل حاجه لها علاقه بقى. وعلى فكره بيجيب تعريفات الواي فاي، هو بيفترض انه الجهاز ده مثلا ممكن يكون لابتوب خلاص فعليه واي فاي، فبيجيب التعريفات برضه بتاعت الواي فاي احتياطي. خلاص فادي كده بنكمل اهو كله كله، خلينا نكمل كده. بصوا اهو 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 خلاص كل بقى ده كله بيتحط في البوت ايمج. اخر حاجه بقى هنعملها او اخر حاجه هنقوله لو سمحت بقى، كل اللي انت عملته ده كله البوت ايمج دي ما هيتعدلت، طلعها بقى في ايزو، طلع لي كل الكلام ده كله في ايزو. طبعا هو كده كده اوريدي في ايزو اتوجدت، يعني بعد ما عملنا التمبلت ونقلناها هنا هو خلاص في ايزو ايمج موجوده، بس انا عدلت فيها وضفت شويه تعريفات. فبقول له لو سمحت بعد التعديل اعمل لها لي بقى، طلع لي الايزو الجديده بالتعريفات. خلاص كده فخلينا نكمل اهو، خلينا نكمل كده كمان اهو. بصوا بس هو اوريدي خلاص كريت، انا مش محتاج السطر الاخير ده بس كتاكيد كده. بصوا هو بعد ما خلص كل التعديل راح ما ايه مطلعها في ايزو خلاص، يعني مش محتاجين السطر الاخير ده خالص، هو راجل كده كده اوريدي طلعها لنا او عمل ايديت وطلعها. عايز ترنها تاني مفيش مشكله، انا برضو قلت احتياطي. خلاص نروح في الاخر نبص على المكان بقى اللي فيه الاسطوانتين دول. خلاص واحده نو برومبت، نو برومبت دي يعني مفيش شبابيك بتظهر، هو شباك واحده بتختار فيه السيستم انستول. خلاص كده الثانيه لا فيها شبابيك بقى، كل في كذا اكتر من شباك، شباك بيجيب لك الاي بي بتاع الجهاز، وشباك تاني بيقول لك ان الجهاز بتاعك ده ينفع ينزل عليه ويندوز 10 او 11. ففي اكتر من شباك، هنشوف عمليه الديبلويمنت هنشوف ازاي العمليه بتتم. خلاص فادي العمليه بشكل مبسط. خلاص بص فرض يظهر لك الشكل ده طبعا، بس ايه هتشوفه لما يجي يظهر. خلينا كده ايه ده الفيديو ده، خلينا بقى نشوف لما ندخل جوه الفولدر اللي هو اسمه كلاود 2 ده. بصوا اهو ادي اسمه او اس دي كلاود 2، ادي يا جماعه الاسطوانتين، هناخد الاسطوانه دي نحطها في فيرتشوال ماشين عشان نقوم بيها. اهم حاجه بس فيرتشوال ماشين دي تكون عليها انترنت. خلاص كده فدي برضو نقطة من النقط المهمة تمام. خليني بقى اوريكو التحفة اللي هتتم هنا، بس خليني بس الاول نشوف، عايزين الدقيقة السابعة، الدقيقة السابعة. بصوا يا جماعة هنا اهو نشوف بقى ايه ازاي العملية هتتعمل على فيرتشوال. بص بس كده الصوت ده خلاص، هنعمل فيرتشوال ماشين في الفيرتشوال بوكس. خلاص هنا بختار الفولدر اللي هتتحط فيه الفيرتشوال ماشين. طبعا اهم حاجه يا جماعه عشان الاو اس كلاود ده او البوت ايمج بتاعته الاس او اس او اس دي كلاود دي، لازم تكون الفيرتشوال ماشين على الاقل 4 جيجا. خلاص 4 جيجا وفي يعني في مواصفات معينه عشان البوت ايمج تشتغل كويس، لازم يكون الفيرتشوال ماشين 4 جيجا. طبعا انت اساسا هتنزل ويندوز 10 اقل شيء 4 جيجا اقل شيء، والويندوز 11 اكتر هتحتاج، يمكن تحتاج 8 كمان. خلاص فاحنا هنختار الفولدر اللي حط فيه الفيرتشوال ماشين وهنسميها مثلا ويندوز تيست مثلا او ويندوز 10 تيست تمام. خلاص
ممكن تحط له بقى اللي هي الاسطوانه. بصوا انا عملت لها كوبي خلاص وحطيتها فين اهو، بصوا الاو اس دي كلاود 2 لو نزلنا تحت ادي الاو اس دي كلاود 2 وادي الايزو ايمج اهي خلاص خلاص. وهنقول له ان احنا عايزينها ويندوز تمام، وهنختار الهاردوير خليه بقى 4 جيجا، طبعا لازم يكون 4 جيجا، ويكون الهارد ديسك هعمل هارد ديسك حته واحده 300 خلاص. لازم بس نظبط الاول، احاول بقى طبعا ارفع الرامات، لازم الرامات تبقى مرفوعه اكتر من كده طبعا. دي اللي هي الكليب بورد عشان اقدر انقل من والى الفيرتشوال ماشين دي، يعني كوبي كوبي مثلا تكست من هنا لهنا مثلا خلاص. وهنا هنخليه 4 جيجا ده عشان تشتغل معاك كويس طبعا. ويندوز 10 اكيد لازم فيه 4 جيجا خلاص. وهنقول له سكيور بوت عشان ده يو اف اي الفريم وير يو اف اي خلاص. والفيجا كارت الفيجا 128 يعني مش محتاجين، بس طبعا مش 18 يفضل 128 ومش فيجا. بصوا يا جماعه هنا اهو ما تلعبوش في الايه، خلي كارت الميموري بتاع الفيديو 128 وخليه ده هنا سوبر فيجا، لان لما عملت كده الماشين هنجت تمام. لما عدلت 18 وخليتها فيجا عاديه حصلت مشكله خلاص، فخلي الامور زي ما هي خلاص. وهنا الاستورج عادي خالص، اوديو نتورك اتاكدوا ان هو معمول نات نات ليه، عشان يبقى طالع انترنت، يبقى طالع انترنت ما يبقاش لوكال او ما يبقاش حاجه اسمها انترنال نتورك، لا خليه نات خلاص كده اهو تمام. اوكي ونفتح بقى ايه الفيرتشوال شور، بسم الله الرحمن الرحيم، ونفتح اهو الاسطوانه كلها على بعضيها 600 ميجا ما فيهاش كتير يعني. تمام هندوس بقى ايه، هندوس انتر خلاص. بلاش يا جماعة عشان تطلع من الفيرتشوال ماشين دي بتدوس كنترول ممكن نجري شوية يعني، بس خليني ايه، خليني اوريكم العملية كلها بالتفصيل او يعني ايه مش محتاجة هي ثواني بس اهو. اديني زي ما احنا شايفين اهو، اول حاجة بتظهر البوت ايمج العادية، مش طبعا مش مختلفة شوية، هيبتدي لازم يكون في اتصال انترنت عشان يروح يابديت الموديول ده خلاص. اذا الموديول ما هو ده الموديول ده اللي بيستعمل في عملية الديبلويمنت اللي هو اس دي ده اللي هو مبني عليه الاس دي كلاود، فبيشوف كان اذا كان ليه تحديث ولا لا ويبتدي ايه يبص عليه. لو مشينا كده حاجه بسيطه اهو، بصوا انيشاليز او اس دي كلاود خلاص، ابديتنج او اس دي باور شيل موديول، ده الباور شيل ده اللي اتبنى عليه الاو اس دي كلاود تمام. هياخد وقت شويه تاخد سنة اهو كده، ابتدى يقول لك ايه اهو، هيبتدي يطلع اكتر من شباك، واحده منهم النتورك يعني. بصوا هنا يا جماعه، هنا هيبتدي ايه، هيفتح لك شباك تاني باور شيل موجود فيه الاي بي بتاع الجهاز، وشباك تاني كمان موجود فيه اذا كان الهاردوير ده كومباتبل ولا لا، او الهاردوير ده ماشي مع الويندوز 10 ولا لا. هيقول لك الهاردوير، هل انت عندك هاردوير عامل مشاكل، ومفروض كمان يقول لك اذا كان ده كومباتبل ولا لا. يعني لاحظوا هنا مثلا ايه، قال لك الموديل، قال لك TPM not supported، المكنه دي ما لهاش TPM على فرض ان انت عايز تحط ويندوز 11، وبيقول لك OSD Cloud WinPE requires at least 6 gigabyte of memory to function without issues. انا شغال ب 4 جيجا عادي وزي الفل مش اي مشكله يعني،
اسم الجهاز، شايفين شوية تفاصيل اسم الجهاز، الرامات اللي على الجهاز، البروسيسور اللي على الجهاز، تمام، الهارد ديسك، تمام، كارت الشبكة، الماك ادرس، كل التفاصيل دي كلها. تمام، نبتدي بقى نشوف بقية الشبابيك التانية. لو نزلنا تحت في شبابيك تانية ظهرت، تمام، ادي ده شباك منهم، خلاص كده هيطلع لك شباك، هيطلع لك تختار فيه الاوبريتنج سيستم، وفي كذا شباك تانيين فيهم شوية تفاصيل، شباك اللي هو الاي بي ادرس بتاع الجهاز وشوية تفاصيل تانية عشان تتأكد برضو. ما هو انت عشان محتاج انترنت يبقى لازم ان البوت ايمج تتأكد ان في اتصال انترنت، وتشوف الاي بي بتاع الجهاز وتفاصيل تانية. طبعا هتاخد سنة بسيطة، هتاخد وقت شوية، هوريكم الشكل بتاعه لما يطلع هيظهر ازاي. تمام، لو نزلنا تحت في عندك اكتر من شباك باور شيل زي ما احنا شايفين اهو، واحد منهم لسه ما ظهرش فيه حاجة، ده لسه ده اللي هيظهر فيه الاختيار الاوبريتنج سيستم. خلاص، في اتنين تانيين بقى، بصوا ادي واحد بيجيب لك الاي بي ادرس بتاع الجهاز كذا 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 والدي ان اس سيرفر، وان انت طالع انترنت والعمليه زي الفل. خلاص، طبعا هنا انت طبعا هنا اتاكدت انت واخد اي بي ادرس، بس طبعا هنا مش ظاهر اذا كنت طالع انترنت ولا لا، بس هو طالما عمل ابديت للباور شيل موديول فاكيد طالع انترنت. خلاص، فادي شباك منهم. وادي هنا بيقول لك وورنينج انه ممكن الهاردوير ده لازم تعمل له تحديث عشان يشتغل كويس، عشان يشتغل معاك كويس، اللي هو ايه، الاوديو والفيجا، الاثنين دول لازم يكون التعريفات بتاعتهم مظبطه. ايرور هاردوير ذات ريكوايرز درايفرز تو فانكشن، في هنا ايرور من الهاردوير ده، خلاص هو حاسس ان في منه ايرور. طبعا انا ما خدتش بالي انه الفيجا هيعمل مشكله، وده فعلا اللي حصل، حصلت مشكله في الفيجا فالجهاز ما قامش مظبوط، فهو برضو هنا بيديك ايه، لمحه كده. خلاص، بصوا بقى يا جماعه، ادي بقى ايه، ادي الشكل اللي احنا شايفينه اهو، بيديك الاوبريتنج سيستم. طبعا هنا في ويندوز 10 و11 انتربرايز بقى وبرو واللي انت عايزه، وهنا الدرايفرز بيجيبها منين، من موقع مايكروسوفت. ممكن تفتح دي يجيب لك تختار تعريفات الديل او لينوفو او اللي انت عايزه. خلاص، فخلينا نشوف بقى ايه برضو الاختيارات اللي هنا. هنا مثلا بيقول لك ايه بقى، تي بي ام نوت سبورتد، طبعا ما اكتشف ما فيش تي بي ام على ده، ده مش هيسطب عليه ويندوز 11. خلاص، المهم زي ما احنا شايفين ان هو لما تيجي تختار عندك كل نسخ الويندوز. تمام، بس انا ملاحظ هنا ان هو مش كلها، لو رجعنا حاجة بسيطة بصوا هنا اهو، هنا اعتقد يمكن لو نزلنا تحت شوية نلاقي هنا جايب الاحدث اللي هي ايه 22H2 21H1، هنا هو جايب النسخ اللي شغالة من مايكروسوفت. خدوا بالكم في نسخ تانية عمل لها اكسباير او خلاص بقى اللايف سايكل بتاعتها خلصت، فهو هنا جايب لك اللي ينفع يشتغل منهم. اعتقد 19.09 لا زالت شغاله، و19.03 شغاله، و18.09 شغاله، بس هو هنا جايب لك النسخ اللي فاليد من مايكروسوفت او اللي زالت شغاله. خلاص، فهنختار اللي هو ويندوز 10. خلاص، والتعريفات بقى ممكن تختار، انا ممكن اقول له لينوفو يعني مفيش مشكله بالنسبه لي، بس انا سبته اللي هو يجيبها من موقع مايكروسوفت. خلاص، طبعا هي ممكن تكون عمليه بطيئه شويه لان المنيوهات دي بيروح يجيبها لايف. خلاص، يعني بصوا اهو هنا مثلا ايه الابديت درايفرز ومش عارف ايه، يعني خلينا نرجع كده اهو، نرجع حاجه بسيطه تاني، بصوا اهي ابديت نتورك درايفرز سكازي ادابتر ديسك درايفرز. خلاص، وبعدين هنا في كابتشر، في هنا حاجه اسمها كابتشر سكرين شوتس عشان برضو ايه تبقى ممكن بعد ما الديبلويمنت تخلص تبص على الفولدر فيه صور اللي انت عملته. خلاص، بعدين ستارت، هيبتدي بقى عملية ايه، عملية
يعني بصوا هيروح ينزل نسخة الويندوز من الموقع ده، خلاص هيروح يجيبه من موقع مايكروسوفت نسخة الويندوز ويبتدي يشتغل. تمام، الوحيد اللي هيطلب منك نسخة الويندوز وان انت تفرمت الهارد ديسك بس، وممكن دي تعمل لها اوتوميشن بالمناسبة، زيرو تاتش انستليشن، يعني ممكن الكلام ده كله برضو انت ما تعملوش، مجرد تحط الفلاشة وتلاقي كل حاجة بتتم من غير تدخل منك، ودي ان شاء الله هنشرحها في فيديو تاني. خلاص، اهو اول حاجه هو بيقول لك انا لقيت هارد ديسك 300 عايز اعمل له افرمته او عايز اشيل اللي عليه، وايب، حاجه اسمها وايب. بيعمل ايه؟ اهو عايزك تعمل كلير الهارد ديسك ده، تشيل اللي عليه. خلاص، اهو كلير هارد ديسك اون تارجت كذا، كلير لازم يشيل الحاجه اللي كلير ديسك، يشيل اللي عليه. خلاص اهو، وابتدي يعمل الهارد ديسك ده. طبعا لو كان عليه داتا هيشيلها، او ما كانش متفرمت او مش معمول له بارتيشن هيعمل له بارتيشن. اهو ابتدى بقى يعمل ايه؟ خلاص عمله، قسم الهارد ديسك ده 3 بارتيشنز، 2 للاي اف اي والسكيور بوت، وواحد السي الاوبريتنج سيستم. وبعدين عمل حاجه اسمها ايه؟ بيرفورمانس، هاي بيرفورمانس، دي اللي احنا كنا عاملينها دانيال بارباريوس، عشان ده لابتوب فلازم يكون الجهاز على الهاي بيرفورمانس باور بلان. يبتدي بقى هنا بقى ايه؟ عمليه الداونلود للاوبريتنج سيستم، اسرع عمليه داونلود انا شفتها. انا عندي النت في البيت 3 ميجا بس، ما خدتش مني تقريبا تلت ساعة، الموضوع ما خدش كتير. يعني بصوا هنقعد نكمل كده، بصوا هيبتدي يكمل اهو، بصوا احنا كام؟ 98%، اخد تقريبا معايا حوالي 24 دقيقة بالظبط، تقريبا 24 دقيقة، نزل 3 جيجا في حوالي 24 دقيقة بالظبط. يعني ما كملش كتير بالظبط، 24 دقيقة كان منزل نسخة الويندوز. تمام، أعتقد هو في حاجة بيعملها هنا بيسرع عملية النقل، ما أعرفش هو بيستعمل بروتوكول أو حاجة معينة، الله أعلم. بس هي كانت عملية سريعة ما خدتش مني وقت، 3 جيجا نزلوا في حوالي تلت ساعة. خلاص، يبتدي بقى هنا إيه؟ يبتدي يشوف نسخ الويندوز اللي في الأسطوانة دي. خلاص، إحنا مختارين اللي هي الإنتربرايز فوليوم، إنتربرايز دي اللي هي فوليوم. خلاص، او انها تتسطب في شركات. خلاص، البرو بتتسطب للناس. اهو بصوا انا هنا مختار الانتربرايز رقم 6. خلاص، هي دي اوريدي هو مختارها، او انا اوريدي اخترتها بره 6. خلاص، بس يبتدي بعد كده بقى ايه؟ يفرد نسخة الويندوز، يكملها. خلاص اهو يفردها، ماشي ماشي. خلاص، ويندوز اديشن هنا بس ابتدى ايه بقى؟ هنا بيعمل ايه بقى كمان؟ بينزل شوية تعريفات بقى. هنا بقى التعريفات الايه اللي هو محتاجها، اللي هو ايه محتاجها عشان بصوا هنا يا جماعة عمل ايه؟ بصوا اهو، عايزين نرجع حاجة بسيطة كمان كده عشان نشوف الجزئية دي. جيت ويندوز اديشن، وبعدين يبتدي بقى يعرف الحاجات، الحاجات اللي عايز لها تعريف يروح يجيبها من موقع مايكروسوفت. تعريفات بقى، يعني بصوا هنا هو ايه؟ هو الراجل ابتدى ايه؟ يكر اهو، جينا جيت كلاود درايفرز درايفر ابديتس، ابتدى يجيب بقى ايه؟ الابديت كاتالوج درايفرز، ابتدى بقى ينزلها اهو. الهاي ديفينيشن بقى الاوديو بتاعي اللي هو الكارت، كارت الصوت. تمام، بيجيب بقى كل التعريفات. خلاص نكمل كده، كل ده بينزلهم على الانترنت مباشرة. خلاص نكمل، معرفش ايه بقى سيت اب ريجستري، سيت اب يولا ريجستري فور تي بي ام، مفيش تي بي ام عندي فمعرفش ايه القصه دي. اكسبورت، نكمل كده، هو كده خلاص اعتقد خلص، لانه بيكسبورت الاوبريتنج سيستم انفورميشن، اعتقد انه كده خلص او هيبتدي يسطب نسخه الويندوز. خلاص، لسه برضو بينزل تعريفات، بينزل بقى شويه حاجات برضو ليها علاقه بالمايكروسوفت انتيون. خلاص هاي ريستارت بقى كده، خلاص المفروض ان الراجل خلص عمليه وهيعمل ريستارت بعد 30 ثانيه. سعادتك مفروض كده تكون ايه بقى؟ داخل تكمل انستليشن بتاع الويندوز عادي جدا، تكمل السيت اب بتاعك بقى، اسم الجهاز او تحط بقى اللي هي الاو اي او اوت اوف او او بي اي اللي هي اوت اوف ذا بوكس اكسبيرينس، اللي هي ايه؟
هتكمل عادي خالص وتكمل خلاص. هي كده المفروض موضوع الانستليشن خلاص، ويندوز عادية جدا بكام الانستليشن بتاعك عادي جدا خلاص. فدي يا جماعة العملية بتاعة الـ OSD Cloud، في منها جزء اللي هو الخاص بالزيرو تاتش انستليشن، هوريكم برضو ازاي يتعمل ان شاء الله الفيديو اللي جاي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات، وذلك بلا شك فضلا منكم وليس امرا مني. يا جماعة اللي حابب او اللي حاسس انه حابب المادة دي وحابب يستزيد منها عن طريق انه ياخد كورس خاص بمقابل مادي معايا، تواصل معايا على صفحتي على الفيسبوك IT Visualizer اللي فيها رقم موبايل بتاعي، او يتواصل معايا على قناتي على التليجرام IT Visualizer برضو فيها رقم موبايل بتاعي، او يبعت لي على ميلي الشخصي kareem.raouf@gmail.com، او يسيب لي تعليق في الفيديو وانا هرد عليه ان شاء الله. شكرا جدا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.